أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية لأبرز التطورات في لبنان وإسرائيل وغزة، ونبدأها بالعناوين. إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام، ونتنياهو يأمر بإرسال طائرتين لإجلاء رعاية. عشرات اللبنانيين يفرون من الضاحية الجنوبية بعد تحذيرات إسرائيلية، وحزب الله يقول إنه هاجم مستوطنات ومواقع عسكرية للاحتلال. تسعة قتلى بغارة إسرائيلية على حي الدرج وسط غزة، وقطر وبريطانيا تبحثان سبل إنهاء الحرب في القطاع وإدخال المساعدات. إلى التفاصيل. أعلنت خارجية الاحتلال الإسرائيلي إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لما وصفتها بحوادث عنف في أمستردام، وذلك بعد انتهاء المباراة التي جمعت نادي أياكس أمستردام الهولندي بنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات اندلعت مع مشجعين إسرائيليين عقب تمزيق بعضهم علم فلسطين. هذا ووجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجه تحذيرا للإسرائيليين في أمستردام من أجل تجنب التنقل في الشوارع والبقاء في غرف الفنادق، في حين قالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طالب حكومته بالتحرك وإرسال طائرتين إلى هولندا من أجل إجلاء المشجعين. أعلنت الخارجية الفرنسية عزمها استدعاء سفير إسرائيل في باريس للاحتجاج على دخول رجال شرطة إسرائيليين إلى كنيسة تديرها فرنسا في القدس. وأشار بيان الخارجية إلى أن عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية دخلت للكنيسة الإليونية وقد دخلوا مسلحين ومن دون تصريح، الأمر الذي جعل وزير الخارجية الفرنسية يتراجع عن زيارة المكان. وأضافت الخارجية أنه بينما كان وفد الوزير يهم بمغادرة المكان، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية في القدس قبل أن يتم إطلاق سراحهما بعد تدخل الوزير رغم الصفة الدبلوماسية التي يتمتعان بها. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مسؤولين اثنين في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يخضعان للتحقيق بشأن تورط محتمل في تسريب معلومات حساسة تتعلق بجهات أمنية. وأفادت القناة 12 العبرية بأن ما وصفتها بالفضيحة الأمنية الجديدة تشمل شبهات بتوثيق شخصية عسكرية عبر كاميرات مراقبة وتسريب مسؤولين بمكتب نتنياهو تلك التوثيقات. بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المعلومات التي تخص الشخصية العسكرية استخرجت من كاميرات مراقبة، في حين أشارت الهيئة إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعقيب على ما ورد حول التسريبات واعتبرها افتراء. صدق أعضاء الكنيسة الإسرائيلية على تعيين يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع وجدعون ساعر زعيم حزب اليمين الرسمي وزيرا للخارجية. وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة الذين خرجوا من دون المشاركة في عملية التصويت، حيث اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن الهدف من تعيين كاتس وزيرا للدفاع هو تمكين نتنياهو من تمرير قانون يعفي اليهود المتشددين الحرديم من الخدمة العسكرية. قال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن إن بلاده تنوي الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها المقدمة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
قبل نهاية العام. وقال مارتن أمام البرلمان إن قرار الحكومة التدخل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا استند إلى تحليل قانوني مفصل ودقيق، مشددا على أن إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة، وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة. في تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي المؤدي إلى بيروت، وذلك بعد أسبوع من استهداف سيارة في المنطقة ذاتها. هذا وفر عشرات اللبنانيين من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار الجيش الإسرائيلي لعدد من الأحياء بضرورة الإخلاء بزعم وجود منشآت تابعة لحزب الله. نحن إذا بلد أجنبي ما بيتعامل لنا، كيف نعامل نحن؟ يا هل ترى نحن اشكال بني ادمين؟ ما يبين هيك على الشمال. اوه ايدك من ضربه. بعدين هلا الدخان بيضر، هيدا بيعمل سرطانيات، انتبهوا. هاي الدخن الحمر. ولو خلفت غارات إسرائيلية ليلية دمارا واسعا في مصنع للتدفئة بجوار الجدار المحيط بمطار بيروت، وفق مقاطع مصورة نشرتها وكالة فرانس بريس. منطقة دمروها يا جماعة، ضيعولنا الرزق كله. ضلت عايشة؟ لا، هناك مرة مصدومة عندها تعرف بدها حقها هاي المكنة؟ دمرنا طلع عليك.
يهدهم يا رب. شيع مواطنون في مدينة صور جنوبية لبنان جثامين نازحين لبنانيين قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة برجة. شوي شوي يلا فوت ضد الشريع وكل عباس احنا اللي عندك. تسببت الغارات الإسرائيلية قرب معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان في وادي البقاع الشرقي تسببت بقطع الطريق على النازحين الهاربين من القصف الإسرائيلي إلى سوريا. نحمي الجميع. في بام هون فلي هل بام للوقوف أكثر على آخر التطورات ينضم إلينا أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا من البقاع. أحمد أهلا بك. أبدأ معك أحمد بهذا الخبر العاجل، حزب الله يقول إنهم استهدفوا قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي حيفا برشقة صاروخية نوعية ميدانيا، ماذا لديك على الأرض أحمد؟ مرحبا فرات. طبعا بالنسبة لحزب الله كان قد صعد في بياناته منذ أول البارحة وعاد لاستهداف أهداف نوعية وتحديدا بعد إدخال صاروخ جهاد واحد وجهاد اثنين الذي أعلن عنهما وعن إدخالهما في المعركة رسميا منذ قرابة 3 أيام. كان قد استهدف البارحة قاعدة إيلكام التي تحتوي معسكر تقريب. اليوم منذ ساعات الصباح كان قد رصد إطلاق رشقات صاروخية باتجاه حيفا. بداية أعلن حزب الله عن استهداف قاعدة ستيلا البحرية ولاحقا أعلن عن استهداف آخر، قال أنه استهدف قاعدة مطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا. هذين الاستهدافين في آن واحد كان قد استهدفهما حزب الله منذ ساعات الصباح. في المقابل كانت القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من محور يارون، وكان حزب الله أعلن في بيان البارحة ليلا أنه استهدف تجمعا للجنود في تلك النقطة حيث اصطدم مع هذه القوات من النقطة صفر كما ذكرت بيانات حزب الله. طبعا وزارة الصحة أعلنت عن ما يقارب 3102 من الضحايا الذين سقطوا منذ بداية العدوان و ما يقارب 13500 جريح تقريبا. وصلت الإحصائية الخاصة بوزارة الصحة في ضحايا وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية البارحة. كان هناك عدة غارات جوية في
جنوب لبنان، وتحديدا كان هناك غارة في محيط مشفى مرج عيون، إضافة إلى غارتين صباحيتين يوم في على كفر تبنيت والشهادية في قضاء النبطية في منطقة النبطية، إضافة إلى عدة غارات جوية البارحة كانت استهدفت عدة مناطق جنوبية، وكان أصعب هذه الغارات الذي تم استهداف فيه سيارة على حاجز أول صيدا أدى هذا الاستهداف إلى سقوط 3 ضحايا من المواطنين المدنيين وإصابة 3 جنود عسكريين من الجيش اللبناني، إضافة إلى إصابة كان في البيان الأولي إلى إصابة 5 من قوات اليونيفيل قوات حفظ السلام الدولية المؤقتة في لبنان من القوى الماليزية أثناء توجههم إلى عملهم. كان أيضا لاحقا صباحا قالت السلطات الماليزية أن ارتفع عدد الجنود المصابين إلى 6 جنود في تلك النقطة. لاحقا كانت القوات الدولية قوات اليونيفيل قد أصدرت بيانا في موضوع إصابة جنودها، وقالت أن هذه القوى آتية حديثا إلى لبنان وهي تقوم بالتبليل الدولي. طيب أحمد، كان هناك قصف قد استهدف محيط مطار بيروت، هل من إصابات، هل من أضرار حدثت؟ طبعا فرات، القصف الذي استهدف مناطق الضاحية الجنوبية أول البارحة ليلا هو قصف كان بعد عدة تحذيرات إسرائيلية. القصف الذي استهدف المنطقة المحيطة في مطار بيروت كان قريبا إلى المدرج رقم 17 في تلك النقطة. هذا المدرج لم يتعرض لأضرار سوى أن تناثر الحجارة، والتي لاحقا عمل العاملين في مطار بيروت على إزالتها ونقل الطيارات احتياطيا إلى مدرج آخر. طيب بالنسبة لحركة المعابر والاستهدافات التي تحصل هناك، هل من جديد؟ طبعا فرات، البارحة كنا على معبر المصنع الحدودي، كنا نتواجد هناك ونراقب الحركة. حركة النازحين مستمرة لمن يرغب بالعبور على الأقدام، وتحديدا أن معبر المصنع كان قد تعرض لعدة غارات جوية متتالية كانت قطعت الطريق في أول مرة بعد الحدود اللبنانية بمسافة 1 كيلومتر، ومن ثم تم استهدافه مرة أخرى. كان قد قطع الطريق بعد مسافة 1 كيلومتر آخر، فأصبح هناك حفرتين على الطريق، لم يعد يستطع النازحون سوى العبور على الأقدام باتجاه الأراضي السورية. لاحقا أول البارحة كان هناك استهداف لسيارة تعمل في نقل البضائع المهربة بين سوريا ولبنان في تلك النقطة، حيث تم استهداف أولا تحصير هذه السيارة وسائقها بصاروخ أولي. كان قد استهدف جانب السيارة أو قرب السيارة، ثم بعد نزول السائق منها تم استهداف السيارة ما أدى إلى اشتعالها وتدمير البضائع الموجودة فيها التي كانت تحتوي على أغلبها، كما ذكر لنا شهود عيان تلفزيون سوريا أنها كانت تنقل مواد الفحم المهربة من سوريا إلى لبنان، إضافة إلى المعابر الأخرى التي كانت قد خرجت عن الخدمة فرات، هي معابر جوسيا وجوسيا ومطربة، إضافة إلى المعابر الغير شرعية في تلك النقطة يتم استهدافها يوميا، وتحديدا قنت السبع والجرماش. هذه المعابر أصبحت كلها خارجة عن الخدمة، لم يتبقى سوى 3 معابر من ناحية شمال لبنان، معبر في وادي خالد ومعبر الدبوسية والعبودية. شكرا جزيلا لك أحمد القصير مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من البقاع. أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ قاعدتين عسكريتين وأربع مستوطنات وعشرة تجمعات للجنود شمالية إسرائيل. وقال الحزب في سلسلة بيانات أنه استهدف بصلية صاروخية قاعدتي ستيلا ماريس وإلياكيم بحيفا ومستوطنات الكريوت ويفتاح وكريات شمونة والمنارة، وقصف تجمعات للجنود الإسرائيليين أثناء المعارك في الجنوب اللبناني، إضافة إلى نصب كمين لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه يارون، مؤكدا وقوع أفرادها بين قتيل وجريح. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في نحو 40 بلدة بالجليل الغربي والنقب والبحر الميت بسبب دفعة صواريخ أطلقت من لبنان. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن دفعة صاروخية كثيفة استهدفت مناطق متفرقة في إسرائيل منذ الصباح. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف مناطق بينها تجمع للجيش الإسرائيلي عند بوابة فاطمة على الحدود الجنوبية للبنان.
دان لبنان قصفا إسرائيليا أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة جنود من الجيش وقوة اليونيفيل استهدف مدينة صيدا جنوبي البلاد. واعتبرت الخارجية اللبنانية القصف ضمن جرائم الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الاعتداءات وتحميل إسرائيل المسؤولية عنها، كما أكدت التزام لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتوازن لضمان حماية قوات اليونيفيل والجيش اللبناني إلى جانب المدنيين. أنتقل إلى مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، انضمت إلينا من بيروت. مايا أهلا بك هناك. أنباء تقول إن غارة إسرائيلية على منزل في كفر تبنيت جنوب لبنان قد قتلت 2. نعم صباح الخير. طبعا في صباح اليوم كان هناك غارة على بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل شخصين 2 إضافة إلى مقتل آخرين. الغارات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى في قرى وبلدات في قضاء سور وقضاء مرجعيون وقضاء بنت جبيل وقضاء النبطية. أيضا هذه الغارات لم تقتصر فقط على هذه المناطق التي ذكرتها، بل أيضا يوم أمس كان هناك غارة أودت بحياة 3 أشخاص على طريق الأولي بالقرب من حاجز الجيش في مدينة صيدا، وهذا الحاجز الأولي المعروف عنه بأنه قريب من منطقة صيدا. الغارة أدت إلى مقتل 3 أشخاص في سيارة إضافة إلى إصابة 3 جنود من الجيش اللبناني، أيضا إضافة إلى إصابة 6 أشخاص من الكتيبة الماليزية العاملة في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وهناك طبعا إدانات، ونعلم أن عندما يكون هناك إصابات لقوات اليونيفيل يعني يتسارع العالم للإدانات ويتسارع العالم لإصدار البيانات لإلقاء اللوم على إسرائيل، على اعتبار أن قوات اليونيفيل هي قوات دولية أممية والعالم مطالب بالدفاع عنها. ولكن للأسف هذا يعني لا يسير على الضحايا المدنيين الذين يقتلون جراء الغارات الإسرائيلية. هم في يعني حتى الآن بحسب الصحة اللبنانية العديد من القتلى كانوا قد قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى وما تلاها من أحداث على الجبهة الجنوبية، إضافة إلى الأعمال العسكرية التي ارتفعت وتيرتها في الشهر الماضي في سبتمبر. بحسب الصحة اللبنانية إن عدد القتلى بات 3100 إضافة إلى قتيلين، يعني 3100 وقتيلين بحسب الصحة اللبنانية لهذا اليوم عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، كما أن العديد من المناطق طبعا لأن بحسب بيانات وزارية لا منطقة آمنة، وبالتالي جيش الاحتلال يستهدف العديد من المناطق. أيضا هناك كان غارة على بلدة مرج عيون وبالتالي بالقرب من مستشفى مرج عيون ما أدى إلى تضرر جزئي. إذا ما أردنا أيضا فراد الحديث عن الوضع الصحي والأمور الطبية في لبنان، هناك تراجع ملموس بعد أن استهدف جيش الاحتلال 8 مستشفيات وكانت قد خرجت عن الخدمة بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 7 آخرين خرجوا بشكل جزئي، أي أن 15 مستشفى أصبحت بعد القصف الإسرائيلي لا تعمل بشكل معتاد، كما أن هناك نقص حاد بالمستلزمات الطبية. وإذا ما استمر هذا الوضع إلى فترة طويلة طبعا هذا القطاع من المتوقع أن يواجه مشاكل جمة وأن يكون لبنان أمام كارثة إنسانية. بالفعل أيضا على موضوع وعلى سيرة الكوارث، الوضع وصفته الأمم المتحدة بما يتعلق بأزمة النازحين بأنه كارثي جدا. نتحدث عن أن ما يعادل 1.5 مليون نازح حروا من مكان إقامتهم بسبب الغارات من الجنوب والبقاع وبعلبك أيضا والضاحية الجنوبية إلى مناطق أكثر أمنا وأمانا، أو دعني أقول إلى مناطق لم تقصف بنيران جيش الاحتلال حتى الساعة. على غير عادة وعلى غير المعتاد غابت الغارات ليل أمس على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن كان أمس الأول شهدت الضاحية غارات عنيفة على مناطق في الضاحية كحارة تحريك وتحويت الغدير وبرج البراجلي والليلك، وأيضا الغارات كانت بالقرب من مطار بيروت. حزب الله يقول إنه استهدف قاعدة بحرية
في حيفا وللمرة الثانية خلال 24 ساعة. إذن الغارات على لبنان وعملية ضرب مناطق عدة في لبنان لا يزال يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتغيب في هذه الفترة كل المحادثات التي تأتي والتي كانت تأتي إلى لبنان لوقف إطلاق النار. ما أريد أن أسألك بخصوص موضوع التصريحات السياسية، هل هناك على المستوى الدبلوماسي تصريحات سياسية جديدة خصوصا بعد أن وصل ترامب إلى سدة الرئاسة في أمريكا والحديث عن موضوع إنهاء الحرب في المنطقة؟ نعم فرات، طبعا يعني يمكننا القول وجميع اللبنانيين يعلمون ذلك بأن الإدارة الأمريكية متماهية جدا مع نتنياهو ومتماهية مع موقف إسرائيل، وبالتالي سواء كان ترامب أو غير ترامب، ولكن ترامب الذي هو مقرب جدا من نتنياهو، بالتالي اللبنانيون يعني يتوقعون ويأملون من هذه، دعني أقول يأملون، نعم، من الإدارة الجديدة الأمريكية بإنهاء هذه الحرب، ولكن لا يرفعون من سقف توقعاتهم على اعتبار أن دونالد ترامب المقرب جدا من نتنياهو إذا ما أراد وقف هذه الحرب فهو طبعا يريد انتصار إسرائيل ودعم إسرائيل، ولكن خلال هذه الفترة أي المرحلة الانتقالية من مرحلة ومن فترة جو بايدن إلى دونالد ترامب، على ما يبدو أن هذه المرحلة ستشهد ركودا سياسيا في لبنان، وبالتالي هناك ذرائع لكي يقوم نتنياهو بأعمال عسكرية أكثر وبعنف أكثر من ثم الوصول إلى حل دبلوماسي. ربما هذه المرحلة تكون بعد تسلم السلطة وانتقال السلطة إلى دونالد ترامب في 20 يناير. نعم. العام المقبل. شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الماليزية في بيان أن 6 من عناصرها العاملين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل قد أصيبوا في جنوب لبنان. وقالت الوزارة أن انفجارا وقع الخميس بالقرب من ملعب مدينة صيدا البلدية استهدف مركبة مدنية متجهة نحو بيروت، ملحقا أضرارا بحافلة تنقل عناصر حفظ السلام الماليزيين في البعثة الأممية، مما أسفر عن إصابة 6 منهم. وأشددت على أن القوات المسلحة الماليزية ستبقى ملتزمة بضمان سلامة طاقمها خلال تأديته مهام حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة. للوقوف على آخر التفاصيل ينضم إلينا العقيد إسماعيل أيوب محلل عسكري معنا من عمان. عقيد إسماعيل أهلا وسهلا بك. أبدأ معك من موضوع الاستهداف يعني لقوة اليونيفيل حفظ السلام في لبنان والتقصد من إسرائيل باستهداف هذه القوة متجاهلا لربما ردة فعل المجتمع الدولي. لماذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف هذه القوات على الدوام؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية لك أخي فرات وللسادة المشاهدين وقناتك الكريمة. أهلا بك. بطبيعة الحال قوات حفظ السلام يعني تعتبر قوات محايدة وتراقب الطرفين، وتعتبرها إسرائيل في هذه المرحلة أنها يعني تقدم معلومات للمجتمع الدولي وعلى الأقل للدول التي يعني تنحدر منها هذه القوات مثل فرنسا وأسبانيا وماليزيا وغيرها من الدول، وبالتالي تعطي صورة مغايرة لما يعني يشاع على الإعلام العبري وعلى يعني ما يشاع من أباطيل إسرائيلية بحق المجتمع اللبناني والقرى اللبنانية على الحدود، أن مهمة هذه القوات هي مراقبة الجهتين. وبطبيعة الحال الآن هناك 5 فرق متوضعة على الحدود مع لبنان وتوغلت في معظم المحاور، وبالتالي تقارير هذه القوات كلها تصب ضد مصلحة الجيش الإسرائيلي، ومن هنا يعني يعتبرها أو تعتبرها الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي يعني ليست عدو لكنها ليست طرف محايد، وبالتالي تستهدفها في من وقت إلى آخر بالرغم من تحذيرات الإسبانية والفرنسية وغيرها، ويعني يبررون أعمالهم الصهاينة بأنهم قد أبلغوا قوات حفظ السلام بأن تبتعد إلى مسافة معينة خارج نطاق عملها، وهذا مرفوض من قبل قوات اليونيفيل.
وعلى لسان قائد قوات اليونيفيل الجنرال الإيطالي أعلن أكثر من مرة أنهم لن يبرحوا مكانهم وسيبقوا يعني يعملون ضمن الخطة المنوطة بهم من قبل الأمم المتحدة. وهذه وظيفتهم يعني. ويعني هذا أعتقد أيوه. أن السبب الرئيسي أن لاستهدافهم المرة تلو الأخرى. نعم، وهذه هي وظيفتهم يعني كذلك هم نعم. موجودون أيضا لحفظ كما ذكرنا السلام والفصل بين القوى المتصارعة. طيب سأذهب معك إلى الحديث عن القوة العسكرية لحزب الله. حسين سلامي رئيس الحرس الثوري الإيراني تحدث عن لربما عودة حزب الله لقوته المعهودة، وهذا ما يعني ترجم بارتفاع لوتيرة الاستهداف من حزب الله داخل العمق الإسرائيلي. هل نستطيع القول حاليا بأن حزب الله قد استعاد قوته العسكرية؟ يعني حزب الله لم يفقد قوته العسكرية أساسا، لكن تلقى ضربات قاصمة من قبل يعني العدو الإسرائيلي، خاصة بدءا من البيجرات إلى اغتيال حسن نصر الله، إلى اغتيال هاشم صفي الدين، والقادة الكبار والقادة العسكريون الكبار يعني التي يعني تعتبر ضربة قاصمة لحزب الله من ناحية المجال القيادي ومجال القيادة والسيطرة. وبالتالي يعني إن كان هناك اعتقاد سائد من قبل العدو الإسرائيلي على الأقل بأن يعني الحزب لن تقوم له قائمة، لكن يعني أنا قلت على شاشتكم وأعود القول بأن يعني هذه العودة وهذا التعافي الشديد أو التعافي السريع لميليشيا حزب الله في استعادة القيادة والسيطرة يحسب له، يعني يحسب للحزب بأنه قد عاد إلى عافيته على الأقل، بدأ يعني يرفع من وتيرة إطلاق الصواريخ، بدأ يرفع من وتيرة استهداف القوات المعادية. حتى الآن القوات الإسرائيلية لم تستطع التوغل بعمق الجبهات على كافة المحاور الستة بأكثر من 3 إلى 4 كيلومترات ويعود إلى مواقعه، يعني ليس هناك توغل إسرائيلي. هذا يحسب لميليشيا حزب الله بأنها استعادت يعني مبدأ القيادة والسيطرة وتعافت من الضربة القاسمة التي تعرضت لها، بالرغم من أن الضغط العسكري الجوي ما زال موجودا، ويعني أي معلومات استخباراتية تصل إلى استخبارات الصهيونية، يعني يقوم الطيران الإسرائيلي بضرب هذه الأهداف سواء بالطيران المسير سواء يعني بالطائرات المأهولة أو بأي أنواع من الأسلحة الأخرى. وأنتم تنظرون أن هناك استهداف للسيارات في صور وفي صيدا وفي أماكن أخرى، وأيضا استهداف لمواقع في الضاحية الجنوبية في بعلبك، في كل مكان يتواجد فيه حزب الله يقوم. وهذه سياسة إسرائيل بأنهم سيبقوا حزب الله تحت الضغط العسكري لمنعه من لملمة أموره ومن استعادة القيادة والسيطرة. لكن الحقيقة يعني ما رأيناه في خاصة في الأسبوع الأخير، هناك عودة حقيقية لمنظومة القيادة والسيطرة لحزب الله، وخاصة أنهم يرفعون وتيرة استهداف إسرائيل. وبالأمس تم إطلاق صاروخ فاتح 110 على جنوب مطار بن غوريون في اللد، يعني ما هذا تطور شديد. هذا يعني أن يعني ما أعلن عنه نعيم قاسم الإيلام مقابل إيلام، أنهم ربما بدأ يأخذ مجراه في سير الأعمال القتالية. طيب عقيد إسماعيل، إذا تحدثنا بالشق السياسي من الموضوع، دونالد ترامب الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأمريكية تحدث خلال حملته الانتخابية وقال بأنه علينا أن ننهي الحرب، لن يكون هناك حرب، علينا أن نعمل على إنهاء حالة الحرب. يعني حاليا هل ترى أنه سيكون هناك يعني إنهاء لحالة الحرب وإيقاف العمليات العسكرية، أم سوف تزيد وتيرة هذه العملية إلى حين استلام دونالد ترامب رسميا لمقاليد الحكم في الولايات المتحدة، كون حاليا يريد نتنياهو مع بايدن لربما قبل أن تنتهي عهدته في كرسي الرئاسة أن يستغل هذا الوضع وينهي الحرب على الأرض؟ يعني أعتقد أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة ما قبل بايدن وما سيأتي بعد بايدن متماهية مع الموقف الإسرائيلي، لكن أعتقد أن نتنياهو يعني يحترم كثيرا دونالد ترامب، وبالتالي سيستغل هذه الفترة من هنا حتى 5 يناير فترة تنصيب ترامب
لكي لا يأمره ترامب بوقف هذه الحرب. يعني في حال أطلب منه ترامب وقف الحرب بعد أن يستلم في 5 يناير، مؤكد أنه يعني على الأقل سوف يعني يلبي رغبات ترامب. وبالتالي أعتقد أن نتنياهو سيستغل هذه الفترة، فترة يعني ليس فيها سلطة لترامب على الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا يعني إقالة جالانت يعني تأتي في هذا السياق، كاتس من المتطرفين، وربما يستغلون هذه الفترة من هنا حتى 5 يناير في يعني التأثير على مفاصل حزب الله أكثر، باستخدام قوة مفرطة أكثر، بتوجيه ضربات أكثر، وبالتالي يعني تحقيق ما بين قوسين أهداف العملية العسكرية في لبنان. هم قالوا منذ زمن، منذ أكثر من 20 يوم، أنهم حطموا أكثر من 80% من قوة حزب الله، ثم عادوا وقالوا أن حزب الله ما زال يعني يمتلك قوة كبيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الفترة حتى تنصيب ترامب سيستغلها نتنياهو بالضغط أكثر عسكريا على حزب الله، سواء بسلاح الجو أو بالأسلحة الأخرى. أشكرك جزيلا العقيد إسماعيل أيوب، محلل عسكري كنت معنا من عمان. أجلت روسيا مواطنيها المتضررين من الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان من خلال نقلهم بالطائرات إلى مطار دوميدويفو في موسكو. في تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في حي الدرج وسط مدينة غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن بين ضحايا المجزرة أطفالا ونساء، مضيفة أن هذه المجزرة تأتي بعد ساعات من مقتل 31 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ومدرسة الرمال التي تؤوي نازحين في حي النصر بمدينة غزة. تنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. شروق أهلا بك، وأبدأ معك من هذا الخبر العاجل، حيث قالت مصادر طبية أو أكدت مقتل 17 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم قتلوا في شمال القطاع. نعم شروق، إلى حين العودة إلى شروق، أعزائي المشاهدين، يعاني قطاع غزة من أزمة صحية حادة، حيث تواجه غرف العمليات نقصا حادا في المستلزمات الطبية الأساسية مثل أجهزة التخدير والخيوط الجراحية والأدوية الخاصة، مما يمنع إجراء العمليات الجراحية لمئات الجرحى الذين ينتظرون دورهم. الحصار المفروض على القطاع ومنع إدخال المعدات والأدوية اللازمة يفاقم هذه الأزمة، يؤثر بشكل كبير على قدرة المنظومة الصحية على تقديم الخدمات الأساسية للمرضى. نتابع. يتم العمل في داخل غرف العمليات بأقل الإمكانات المتاحة، بأبسط الأمور الموجودة والمتوفرة عندنا. يعني لو دخلنا إلى غرفة أخرى من غرف العمليات نجد الأطباء لا يلبسون الملابس المعقمة، استرال سيرجيكال جاون غير متوفر عندنا، متوفر عندنا أشياء بسيطة ممكن أن تحمي المريض، ولكن هذه غير كافية في معظم العمليات الكبرى، خصوصا العمليات الجراحية التي يلزمها التعقيم بشكل كامل والتعقيم المستمر
وتكون الملابس جميعها معقمة، ولكن نحن نتعامل مع هذه الحالات ونتعامل مع هذه الأوضاع بأقل الإمكانات المتاحة. غرف العمليات المتوفرة على مدار 24 ساعة، ولكن ذلك يعتمد على مدى الاستهداف وكمية الإصابات التي تأتي إلى المستشفى. عند حدوث الماس كاجواليتي إنسيدنت نحن نتعامل مع الحالات من الطوارئ، من غرفة الطوارئ نتعامل مع الحالات كالتالي: نقسم الحالات إلى عدة أقسام، ونعمل اتصالاتنا إلى خلال المستشفيات الميدانية المحيطة بنا. عندنا مستشفى الميداني الأمريكي، المستشفى الميداني أطباء بلا حدود في منطقة الزوايدة، عندنا مستشفى العودة. يتم تقسيم الحالات وتوزيعهم على المستشفيات. أعود إلى شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معنا من غزة. شروق أهلا بك من جديد، وأذكر طبعا بهذا الخبر العاجل شروق، حيث مصادر طبية تؤكد مقتل 17 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 13 منهم كانوا في شمالي القطاع. إليك شروق. نعم فرات، بالفعل وهذا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة. أبدأ من المحافظة الجنوبية حيث قامت الزوارق الإسرائيلية الحربية صباح اليوم باستهداف المنطقة الغربية لمدينة رفح، وهو ما أدى إلى استشهاد صياد فلسطيني وإصابة آخر، وتم انتشال كذلك من قبل طواقم الدفاع المدني شهيد من منطقة خربة العدس في الجهة الشرقية لمدينة رفح. في مدينة خان يونس جنوب القطاع كان هناك غارة إسرائيلية على منزل يعود لعائلة أبو عمران، وتم نقل شهيدين من هذه الغارة، وتم تشييع جثامينهم بمشاركة من ذويهم صباح اليوم من مستشفى ومجمع الطبي. أما بالنسبة للمحافظة الوسطى لقطاع غزة فكان القصف المدفعي هو سيد المشهد في هذه المنطقة، حيث تم قصف مناطق شمال مخيم النصيرات من قبل الآليات الإسرائيلية والمدفعية الإسرائيلية، وكذلك شمال مخيم البريج. هذه الغارات والاستهدافات الإسرائيلية أصابت منازل للمواطنين وأراضي ومنازل وبيوت مدمرة أصلا، وكان هناك حديث عن عدد من الإصابات جراء استهداف إسرائيلي أيضا على مخيم النصيرات وسط القطاع، تم نقلها إلى مستشفى العودة الموجود في المنطقة. لربما أكثر الغارات كانت على مدينة غزة والمناطق الشمالية للمدينة. في مدينة غزة فرات استهدف الجيش الإسرائيلي منزل يعود لعائلة حمادة في حي الدرج شرق المدينة، ونقل من هذا المنزل نحو 9 شهداء بحسب طواقم الدفاع المدني التي تعمل في مدينة غزة، ولكنها معطلة في مناطق شمال القطاع على الرغم من استمرار الغارات الإسرائيلية في تلك المنطقة واستمرار أيضا العملية العسكرية في هذه المناطق. قوات الاحتلال تعمل على نسف مربعات سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، وأيضا عمليات نسف تستهدف بلدة بيت لاهية شمال القطاع. تأتي هذه الغارات الإسرائيلية بالتزامن مع انهيار للمنظومة الصحية في تلك المنطقة، وانهيار أيضا منظومة الدفاع المدني وال
الإسعاف بشكل قصري. تعطلت هذه الخدمة بعد التهديدات الإسرائيلية المباشرة لها. الطواقم الطبية تعمل وفق إمكانيات محدودة جدا، تحديدا مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة. هناك عدد كبير من الإصابات لا تستطيع حتى الوصول إلى هذه المستشفيات، وبالتالي تنزح وهي مصابة تتجه إلى مدينة غزة وهي تنزف، كما تحدثت المصادر الميدانية وشهود العيان. هناك حركة نزوح من منطقة بيت لاهية، يتجه الأهالي من هذه المنطقة إلى مدينة غزة، وهؤلاء رفضوا الخروج على مدار الأشهر الماضية من مناطق شمال القطاع، لكن الجيش الإسرائيلي حذرهم مرارا وتكرارا وقصف البيوت على رأسهم، وهذا الأمر دفعهم إلى ترك البيوت مجبرين إلى مناطق مدينة غزة. وحتى الآن يتواجد بحسب طواقم الدفاع المدني 80,000 مواطن فلسطيني في تلك المناطق. كنا نتحدث عن 100,000 فلسطيني، تقلص هذا العدد مع حركة النزوح التي شهدتها تحديدا بيت لاهية. بيت لاهية كانت مركز لإيواء العديد من العائلات التي لجأت من مخيم جباليا إلى هذه المنطقة، ولكن هذه المنطقة باتت تشهد عملية عسكرية وتوغل إسرائيلي فيها، وبالتالي هناك عدد من العائلات نزح منها واتجه إلى مدينة غزة. حتى مدينة غزة لا تخلو من القصف الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي يريد إجبارهم على ترك مناطق الشمال والتوجه إلى جنوب وادي غزة، إلى المحافظة الوسطى والمحافظة الجنوبية، لكن العائلات ترفض هذا الأمر وهذا القرار القسري، وتتجه عبر قطع طرق التفافية إلى مناطق مدينة غزة، تلجأ إلى مراكز الإيواء التي ما زالت مفتوحة في تلك المدينة، على الرغم من أنها تتعرض لقصف إسرائيلي، مثل يوم أمس مدرستين في مدينة غزة، في حي الرمال كان هناك استهداف لمدرسة تؤوي نازحين، وهو ما سبب ارتقاء عدد من الفلسطينيين بينهم نساء وأيضا أطفال، إضافة إلى مدرسة شحيبر الواقعة في مخيم الشاطئ غرب المدينة، أيضا استهدفها الجيش الإسرائيلي يوم أمس، وهذه الغارة الإسرائيلية سببت عدد من الشهداء. كذلك في مخيم جباليا كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى، أو عفوا مدرسة أبو حسين، كانت الغارة استهدفت منزل يعود لعائلة المبحوح، وحتى هذه اللحظات هناك أشخاص تحت الأنقاض. شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من غزة. قالت الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني بحث مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في العاصمة البريطانية لندن تعزيز الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كما قالت الخارجية القطرية أن الجانبين بحثا سبل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ومن دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، وناقش الجانبان كذلك آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد في لبنان وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مستمرون معكم في تغطيتنا أعزائي المشاهدين، على رأس الساعة للوقوف على آخر التطورات في السويدة.